خلينا نروح لكازابلانكا. انا هلعب معاكم لعبه لطيفه كده، تمام. هحاول اعمل كده حاجه تصور فيرتشوال كده للمحاضره الفنيه الاخيره من قبل فاندن بروك ومن قبل مارسيل كولر. كل واحد عنده اهداف من المباراه، كل واحد راسم سيناريو، كل واحد متوقع شيء معين من المنافس بتاعه في المباراه. فايه اللي ممكن نبتدي بالوداد؟ انا هبتدي بالوداد الحقيقه. طبعا. تعالى يا شريف نتخيل كده شكل وطريقه تفكير سفين فاندن بروك والتوجيهات او التعليمات اللي هيقولها لعيبته في المحاضره الفنيه قبل انطلاق المباراه بساعات بسيطه جدا او بدقائق بسيطه جدا. ايه الطريقه اللي تراهن عليها او هيراهن عليها فاندن بروك في مواجهه الاهلي النهارده؟ نهائي 2017. لو رجعنا لنهائي 2017 هنلاقي ان الوداد سجل وقدر ان هو يحافظ على الهدف بتاعه، ومن خلال الهدف ده قدر انه ينتصر بالمباراه. اول ربع ساعه هي منعطف كبير جدا جدا في حسم اللقاء بالنسبه للاهلي. تحديدا ليه اول ربع ساعه؟ الجمهور بيبقى عامل زخم كبير جدا جماهيري، واللعيبه بتبقى نازله بحماس، والربع ساعه الاولانيه دي زي ما بيقولوا كده هي الربع ساعه اللي بيبقى على اساسها اتحدد بقيه المباراه. تمام. فلو اول ربع ساعه، طبعا اي مدرب في العالم هيتمنى انه يسجل في اول ربع ساعه. انت متخيل انه زي ما فاندن بروك توجيهاته او خطته اول ربع ساعه على انه اول ربع ساعه هيكون ضغط كبير على الاهلي؟ ده هيعمل ثلاث حاجات. اول حاجه هتتعمل هي ان هيريح الوداد من بقيه الجيم. 75 دقيقه انا كده خلاص، انا لو بالهدف ده انا انتصرت خدت اللقب. ايوه، مش هنلعب كوره اصلا. بالظبط، 45 دقيقه مش هنلعب كوره. خد بالك، خد بالك انه استقبال الاهلي هدف زي استقباله هدفين. بالظبط. يعني انت دخل فيك جول. ده حقيقي، بس استقباله هدفين هيتطلب من الاهلي انه يسجل انت عشان جميل تتعادل. انت لازم تسجل. يعني بالزبط. انت لو استقبلت اول هدف ان شاء الله ما يحصلش. ان شاء الله باذن الله مش هيحصل. بس انا بقصد اقول اكيد السيناريوهات دي مطروحه، لانه اكيد كولر اتكلم مع اللعيبه، لو حصل كذا هنعمل كذا، لو حصل كذا الادوار هتختلف، يبقى بدل ما يبقى في تكليفات او ادوار دفاعيه اكتر يبقى في زي ما حصل في ماتش كازابلانكا السنه اللي فاتت قدام الرجاء، لما استقبلنا هدف في اول ربع ساعه وقدرنا احنا نضيع ضربه جزاء كمان ومحمد عبد المنعم سجل وقدرنا نتأهل. فهي كل السيناريوهات موجوده، بس اللي اقصد اقوله على مستوى الارقام، انت لو استقبلت هدف في جميع الاحوال لازم تسجل، وحتى لو استقبلت هدف تاني مش هتفرق كتير لانه برضه في جميع الاحوال لازم تسجل، يبقى تعادلت. بالظبط كده. فمدرب الوداد هيلعب على الجزئيه دي. الجزئيه الثانيه اللي هيلعبها برضه مدرب الوداد انه يحاول يوقف خطوره الاهلي في الهجمات المرتده، لان النهارده الجميع هيبقى متخيل او متوقع ان الوداد هيبقى نازل ضاغط وهاجم والاهلي بيدافع. مارسيل كولر هيقابل ده بضغط هجومي، ودايما خير وسيله للدفاع هي الهجوم. ده في الكوره عموما من اول قديم الازل لما بدانا نتعلم. خليني قبل ما اروح لمارسيل كولر والرد فعل، انت بنيت سيناريو إن على ان الوداد اول ربع ساعه ده الهدف بهجوم ضاغط، لازم اول ربع ساعه يسجل، لان زي ما قلت لك ده هيريح افضليه كمان للوداد. عشان يعمل ده هيكون بنفس طريقه وشكل ادائه قدام النادي الاهلي في الفتره اللي استقبل فيها هدفين، فتحرك او اتحررت كل خطوط النادي الوداد وبقوا ضاغطين علينا في نص ملعبنا، لدرجه ان احنا في الكره الهجمه المرتده بتاعت عطية الله لقينا ما كانش في ولا لاعب من الوداد في نص ملعبنا، كله في نص ملعبنا. هل تتوقع انه السيناريو ده هو اللي هيلجا ليه سفين فاندن بروك في اول ربع ساعه، ولا هيبقى في تحفظ نوعا ما؟ اتوقع ان هو هيبدا بيه، ومش بس في اول ربع ساعه، انا اتوقع ان هو هيبدا بيه لحد ما يسجل هدف. لحد ما يسجل الوداد هدف. النهارده هينزل الغرض من المباراه ان انا اجيب جون واحد بس. الوداد النهارده مش عايز ينتصر سكور، الوداد النهارده مش عايز يلعب الا ان هو يكسب مرتاح، الوداد النهارده مش هو عارف السيناريو اللي هيتلعب ازاي. دايما فرق شمال افريقيا ما بتلعبش قدامك الجيم على السكور، هي بتلعب قدامك الجيم على الاعصاب. تمام. فهي دي الجزئيه الاهم، ان الاهلي يخرج من اول ربع ساعه. هروح من اوضه لبس الوداد لاوضه لبس النادي الاهلي، واذا كان ده سيناريو طبيعي متوقع يحصل ازاي او يحصل امتى ممكن نختلف او نتفق فيها، او ممكن يعني يبقى فيها وجهات نظر كتير، لكن هو بالتاكيد الوداد متاخر، وبالتاكيد الاهلي متقدم، ومستر كولر يعلم ذلك جيدا. يعني هو عارف انه هو متقدم في المباراه، اللي مطالب بالتسجيل هو الوداد، وهو بالتاكيد متوقع انه ده مش هيحصل الا لما الوداد يكون هاجم وضاغط، وبالتالي ازاي يستغل ده مستر كولر؟ هل تتوقع انه اذا بدا الوداد زي ما شريف قال بالضغط الشديد ده على النادي الاهلي في محاوله استغلال الارض والجمهور، انه الاهلي يتكتل دفاعيا، مطلوب انه الاهلي يتكتل دفاعيا في اول ربع ساعه، ولا مطلوب من مستر كولر انه يلعب بطريقته ويحسس الوداد انه مش جاي يدافع، بالعكس انه جاي يهاجم ويلعب جيم مفتوح، وفكر مليون مره قبل ما تفتح مساحات ورا، فكر مليون مره قبل ما تحاول تعمل عليا ضغط متقدم، لانه ده ممكن تدفع ثمنه غالي. في ماتش من الماتشات في الدوري السنه دي تقريبا، كان ماتش سيراميكا اللي تعادلناه 1-1 في استاد القاهره،
كان اتسال سؤال في المؤتمر الصحفي لمارسيل كولر عن طريقه اللعب بشكل عام، وليه ما لعبتش بثلاثه علشان تبقى مش سيراميكا، كان ماتش كنا متقدمين فيه وبعد كده اتعادلنا. طب انت ليه ما لعبتش باربعه في وسط الملعب علشان تامن؟ عجبني جدا جمله قالها فيوتشر. وكان او فيوتشر فيوتشر بالظبط لما كان وكان مطرود منهم واحد، فقال له انت ليه ما عملتش ده؟ عجبني جدا رده ان هو قال لهم انا عندي افكار ما بقدرش ان انا اتخلى عنها، قد يغير في شكل المباراه من ادوار او من واجبات لبعض اللاعبين، ولكن المدير الفني ذو الافكار لازم تحترم جدا افكاره دي. وافكاره دي اللي قدر ان هو يطبقها من خلال ان هو اللعيبه نفسها اللي عنده زي بيرسي تاو او زي حسين الشحات، احسن جناح يمين واحسن جناح شمال في مصر بل في افريقيا حاليا، اتنين من اخطر اللعيبه اللي في بطوله افريقيا السنه دي، اتنين هم سم قاتل بالنسبه لاي دفاع. فزي ما انت قلت بالظبط يا احمد، هو مارسيل كولر مش هيروح يقول للوداد ان انا لا انا عامل لك حساب قوي وهاجه دافع وهاجه دافع دفاع منطقه زي ما عمل قدام الرجاء. هو الرجاء ما كانش بيوصل لمنطقه جزاء الاهلي، فكره ان كان معظم اللعيبه بتاعه الرجاء بترمي نفسها جوه منطقه جزاء الاهلي، ده يعرفك مدى العجز اللي كان بيسببه مارسيل كولر بطريقه اللعب اللي كان عاملها، ان هو ما كانش بيدافع دفاع منطقه بقدر ما هو كان بيدافع من وسط ملعبه، دفاع متقدم بيجبر اللعيبه او بيجبر اللعيب الفريق الخصم ان هو يفتح خطوطه او يجبر الفريق الخصم ان هو يندفع علشان يقدر يلعب في المساحات اللي وراه. بس كان ساعتها بيرسي تاو ما كانش جاهز بدنيا 100%، وحسين الشحات اعتقد كان لسه راجع برده من اصابه، ده اثر بشكل كبير ان احنا ما نسجلش هناك. الشيء الاساسي اللي هيعتمد عليه مارسيل كولر السنه دي المباراه دي هو اللي قاله في المؤتمر الصحفي، اللي هو انا رايح انا اللي كسبان، انا معليش ضغوط. احنا لو جينا رجعنا لنهائي رادس 2012 احنا كنا رايحين ومطالبين ان احنا نسجل في مباراه الاهلي والترجي بعد ما تعادلنا 1-1 في برج العرب، فرايحين رادس لازم ان احنا نسجل. احنا رايحين مش مطالبين ان احنا نسجل. احنا 2006 و2006 قدام الصفاقسي انت رايح خسران، يعني تعادل بطعم الخساره، مطالب انك تسجل. زي ضيف عليهم نهائي كازابلانكا نفسه قدام الوداد 2017 اللي ما قدرش يمنعه الاهلي وقتها، اعتقد ان مارسيل كولر لعب على الحته دي. الفريق اللي هيلعبه مارسيل كولر مختلف تماما عن فريق 2017، بمدير فني لسه ما كملش شهرين مع الفرقه بس ايجابياته اعلى من سلبياته. بس الفرقه مش غريبه عليه، لا الوداد غريب عليه ولا الاهلي غريب عليه بالظبط. بس مارسيل كولر بشكل عام هو اكتر واحد، انا شخصيا انا واثق في كل اللعيبه، واثق في مجلس الاداره، واثق في كل حد موجود في البعثه هناك، بس اكتر واحد انا واثق فيه هو مارسيل كولر لسبب واحد بس، لان الوحيد اللي بعد المباراه كان معظم الاراء انهزاميه جدا يا احمد على السوشيال ميديا وما بين الناس، مش طبيعي. لا ما كانتش انهزاميه، هي 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 هو كان في بس صدمه، عارف يعني لما تعمل مباراه زي ده ويجي فيك هدف مش ملوش لازمه، جيم بتاهل نفسك فيه انه الثالث قريب، يعني ان فكره انك هتطلع ممكن جدا الجيم ده يخلص 3 فتلاقيه بيخلص 2-1 بعد الشو اللي عمله الاهلي، الهدف جاي بعد بعد حاله الطرد اللي ما طردش ده بدقيقتين. انت لسه ما فوقتش من صدمه ان في لعيب يطرد، وانا كنت هلعب متفوق بلاعب. بس انا عجبني في تصريحاته اللي هو يا جماعه مدى الياس اللي عند الناس ده مش طبيعي، احنا رايحين منتصرين. هو اللي عليه الضغط ان هو يسجل، وهو اللي عليه الضغط ان هو لازم يلعب من اول دقيقه يحاول ان هو يسجل في مرمى الاهلي. فانا واثق تماما تمام الثقه في مارسيل كولر، واثق في اي 11 لاعب هيبدا النهارده، في كل اللعيبه اللي هتبدا النهارده. عندي يعني احساس كده وان شاء الله باذن الله يكون يعني حقيقي ان احنا اللي هنسجل في اول ربع ساعه.